اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده القلقاس بنشتريه من عند الراجل بتاع الخضار والفواكه. في تفاصيل شويه كده ازاي نشتري القلقاس هنشرحها مع بعض، ولكن عايزين نعلم المبتدئين في المطبخ اكله مصريه لها طعم مميز جدا، القلقاس باللحمه، القلقاس بالدجاج، القلقاس بشوربه اللحمه. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا عدل الاكله دي وشويه رز بالشعريه، وانا من عشاق الرز بالشعريه بس بشرط تكون الشعريه اكتر من الرز، بحبها كده يعني، تحب الرز اقل شويه، طعم الشعريه بيبقى ظاهر وزي الفل. طبعا السلطه بتاعت النهارده عدل الاكل ده مش عايزين نعتمد على الترشي والمخللات بما ان فيها ملح كتير، فخليكي تعملي طبق سلطه الطماطم مثلا بالكزبره بالثوم، سلطه الخيار، الحاجات اللطيفه دي طبعا بتبقى من ايدك طعمها تاني مميز جدا. تفاصيل كتيره النهارده في الحلقه بتاعتي، ولكن مهم جدا قبل ما تخش المطبخ تحط في الاعتبار ثلاث حاجات. ايه هم يا مغازي؟ ان انت بتعملي الاكل ده لكل افراد الاسره، الصغير والكبير، عندك اطفال، عندك كبار السن، تيتا النهارده موجوده، حماتك، وهكذا، عندنا ضيوف هيجوا نشوف تفاصيلهم ايه، معاهم اطفال، لازم السفره تكون مكتمله من كل النواحي، قيمه غذائيه وكمان ترضي الاطفال. هنروح فصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا القلقاس النهارده هنعمله باللحم الكدوس، باللحم الضاني، حسب ما انت حابه، مفيش اي مشكله. ممكن على فكره تستبدلي اللحم القطع بلحم مفروم، انا شخصيا بحبه باللحمه المفرومه بيبقى طعمه لطيف جدا. تعالوا شوفوا نعمل مع بعض ازاي يخنه القلقاس باللحمه. مقاديرها على الشاشه ولازم تفاصيلها كتيره قوي على فكره، ودي اكله من المطبخ المصري والامهات شاطرين في عمايلها احسن مني بيعملوها. معانا قلقاس، معانا لحم كندوز متقطع مكعبات، معانا توم وبصل، كزبره خضراء، كزبره خضراء، السلق بتاعنا اللي هو عنوان القلقاس، وفي تفاصيل السلق ازاي يتحمر ويتحمص ويطحن في الكبه اكيد بياخد وقت كبير، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقادير بسيطه وسهله، تعالوا نعمل اكله مشهوره جدا من المطبخ المصري وهي يخنه القلقاس باللحمه مع السلق. ينفع بالسباني خشيف، والله زي ما انت عايزه، بس هو الطعم المعروف بالسلق. تعالوا نبدا، اول حاجه ناخد صدمه ناريه لحته اللحمه بتاعتي علشان تاخد وقتها في السوى ونكسب وقت. لازم تنظمي وقتك في المطبخ، الشطاره في انك داخله المطبخ تقفي ساعه زمن، في الساعه دي لازم تعملي الاكل بتاعك والمنيو بتاعك ويبقى فيه شويه تنسيق في الاكل. ادي البصلايه بتاعتنا الحلوه الجميله، بنقطعها شرايح كده عشان عايزين شويه شوربه حلوين، ولازم تخديها على شوربه القلقاس. على فكره القلقاس ما بياخدش وقت كتير في السوى، يمكن الوقت السوى بتاعه اقل من وقت سوى البطاطس. ادي البصلايه الناعمه او الشرايح بالشكل ده كده، انك تحمري البصلايه في شويه زيت وترحمي عيونك من دموع الزيت ودموع البصل مهم جدا. الله، يليها اللحمة على طول تعيش في نفس الجو. حلو الكلام، حتة لحمة كندوس حلوة كده وتكون ملبسة شوية فيها شوية ايه دهون اهو زي الفل. بص الجزار يقطعها لك كده مكعبات تبقى حلوة، انت جبتيها في البيت وقطعتيها، ولكن نصيحتي ليكي لما تشتري حتة لحمة حلوة من عند الجزار ما تغسليهاش بعد التقطيع، اغسليها الأول وهي سليمة لو هي مش متقطعة وتنشفيها وبعدين تقطعيها، ما اغسلش اللحمة بقى واقعد اغسلها تحت الحوض وكأن أنا إيه بنضف حاجة يعني مش كويسة، لا بالعكس، أنت بتفقدي جزء كبير من القيمة الغذائية بتاعتك. مهم جدا ثقافة المطبخ وأنت بتتعاملي مع الماتيريال بتاعك أو المكونات بتاعة الأكلة. آدي البصلاية مع حتة اللحمة، صدمة نارية. يعني ايه صدمه ناريه اللي بتتكلم دايما عنها يا مغازي؟ انك بتعملي عمليه احتباس للسوائل بتاعه اللحمه والقيمه الغذائيه بتاعه اللحمه علشان ما نفقدهاش وتبقى حته اللحمه ملبسه وطريه وزي الفل. بصلايه تتحمر كده زي الفل، ما تنزليش بالثوم خالص دلوقتي. حلو الكلام اهو، لان اللحمه دي هتبقى عنوان القلقاس بالشكل ده كده، ونسيب حته اللحمه تستوي. حلو الكلام، حلو الكلام. معانا كده
بصلايه حلوه. انا بحب دايما الفليفر بتاع البصل الاخضر اهو في قلب الشوربه. الحاجات دي مطلوبه على فكره. عود كرفس حلو في قلب الشوربه، وحط الحاجات دي سليمه كده عشان تاخديها بعد كده، تاخد الطعم وتشيليها من قلب الشوربه. ده الكرفس ينزل زي ما هو كده. حلو الكلام. معانا شوربه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. حلو كده اهو، الله، ايه الحلاوه دي يا شيف. طبعا كده دي بتستوي ونسيبها تكمل سواها، ونبدا نشوف القلقاس بتاعنا ده هنقطعه ازاي، نغسله ازاي، نخزنه ازاي، نحافظ عليه في قلب الديب فريزر لما نيجي نخزنه ويطلع زي الفل ازاي، نحافظ على الماده المخاطيه اللي فيه ازاي. لان القلقاس عامل زي الملوخيه، لو احنا ما اهتمناش بعمليه الحفظ بنفقد الشكل بتاعه والشخصيه بتاعته والقوام بتاعه. حلو قوي كده. انا عايز شويه شوربه، بخلي دول يستووا على النار، مش هحط توابل خالص دلوقتي، انا عايز اللحمه تستوي كده شويه بالشكل ده كده، بعدين نتبلها اهو. اللحمه في قلب الشوربه مع البصله، تقوم حته اللحمه تبقى طريه ولطيفه زي الفل. على فكره عايز احط طماطميه كمان في قلب الشوربه اهو، الحاجات دي مطلوبه على فكره اهو، تدي طعم حلو زي الفل. نغطي الحله دي ونسيبها شويه على جنب. حلو اهو تمام. تعالوا للقاس بتاعنا الجميل الحلو نشوف هنشتغل فيه ازاي. ده معانا متقطع وجاهز، مكعبات صغيره كده زي مكعبات السكر اهو. حلو. ولكن نصيحتي ليكي لما تشتري القلقاس، تشتري حبات القلقاس تكون في الحجم ده كده، بالشكل ده كده اهو. مخرجنا الجميل اهو، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ هو ده اللي بتحصل في المشاكل اللي بتحصل في القلقاس، ان احنا لما بنشتريه بنروح نقطعه على طول على البلانشه والسكينه، وبيبقى فيه رمال، الدرانيات زي القلقاس، زي البطاطس، زي البطاطا، الحاجات دي كلها بتبقى طالعه من الارض ومن بطن الارض، فبيبقى فيه رمال وفي طينه فيها، فخلي بالك ده يتغسل كويس قبل ما تقطعيه. ده مهم جدا على فكره، عشان الرمله والطينه دي ما تختلطش بالاكل بتاعك بالشوربه بتاعت القلقاس، ودي مشكله خلي بالك. ممكن واحنا بنعمل اكله القلقاس نبقى تعبانين عليها وجايبين لحمه وكل حاجه، وفي الاخر نتفاجئ بالمشكله اللي احنا فيها ديت. او اوريكي حاجه كده على السريع تقدري تعمليها في المطبخ وانت شغاله اهو، زي الشيف ما بيشتغل. ادي منديل اهوت زي الفل معانا. حلو. والقلقاس يتغسل كويس، بناخد حبات القلقاس بالشكل ده كده، ونشيل القشره دي بالراحه. شفت القشره نازله على منديله اهي، وسكينتك تكون حاميه يا نعم. حلو زي الفل كده. خلينا نبص على دي اللي معانا ديت زي الفل كده اهي. ده لسه ما قعدتش تشوف اللي فيها حبيب قلب عينيا خرجنا. عايز مني حاجه كده على المشي؟ هو ده زي الفل. اخبار النار ايه؟ تمام. طيب ادي القلقاس بتاعي زي الفل. مهم جدا وانت بتشري القلقاس تحافظي على الشكل بتاعه شفت ازاي واشيل دي كده كمان بالراحه ما تمسكهاش في ايدك بقى، علشان ايه؟ انت ماسكه سكينه حاميه في ايدك بص انا بقطع ازاي حلو على المنديل. هنشيل المنديل بعد كده ونخلص من اي حاجه او اي شوايب بتنزل معانا واحنا شغالين على فكره القلقاس ده ممكن يتعمل كذا حاجه، ممكن يتعمل سلطه، ممكن يتعمل بوريه زي البطاطس بالظبط، خلي بالك ممكن يتعمل مقلي زي البطاطا الحاره كده، كزبره وتومه، وبعد ما يتحمر ينزل في قلبيها زي البطاطا الحاره، تبقى لطيف وجميل على فكره. افكار كتيره للقلقاس بتاعنا من خير ارضنا. ادي القلقاسه جاهزه زي الفل، مش هغسلها، مش محتاجه غسيل خالص هنخلي دي كده على جنب ونتعالوا نقشر التانيه كمان مع بعض على نفس المنديل واحنا شغالين السكينه والمنديل مش هنشوفهم بعد كده، بس خلونا واحده واحده مع بعض. حبات القلقاس بنحطها كده بالشكل ده كده المشكلة اللي بتواجهنا يا شيف مغاز واحنا بنقشر القلقاس ممكن نتعور ايدينا وتحصل اصابات، ربنا يكفينا شر الاصابات شفت هي ثابتة على البلانشة
كده اهو اهو، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. اهو الحتة دي بشيلها بإيدي كده، ونفس القصة اهو اهو. اللون القلقاس شبه لون اللحمة، سبحان الله. تشيل القشرة تلاقي الحمار والحلاوة من جوه. والله أنا بحب أكله سادة، يعني لو في شوية شوربة لحمة عندك أو شوربة فراخ بتغنيك عن الموضوع، تعملي السلق وتعملي يخلة القلقاس دي، بتبقى جامدة جدا على فكرة، وأنا من عشاقه. أولا سهل المضغ وسهل الهضم، طعمه مميز حلو، مع شوية رز بالشعرية حكاية. دي كمان مش هغسلها، زي ما هي كده اهو اهو. شفت الحلاوه؟ اراهنك لو في لو لقيت رمله لقيت طينه اهو مكان ما انا مقطع زي الفل. اهم حاجه ان هي ما توصلش للمنديل بعد ما اقطعها، اهي زي الفل. اخليها زي ما هي كده هنا، حلو الكلام. أوه. ونشيل كل ده بمفهوم السكينه وكل حاجه اهو اهو اهو. طبعا السكينه خلي بالك وقت ما في الزباله ازعل منك. اهو حلو. أوه. طيب كده خلصنا، والبنشه بتاعتي نظيفه وزي الفل. هي دي الشطاره، انك تقف في المطبخ انت عارفه بتعملي ايه. نقطع بقى القلقاس بتاعنا كده بالشكل ده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسكينه ثانيه ناخد دول كده حلو، لان السكينه طبعا اللي احنا كنا شغالين بيها اكيد فيها طينه او رمله، وتمسكي تقطعيها زي البطاطس اهو. شوفي قلبها بقى اهو. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اهو اهو اه، ايه الحلاوه دي؟ اه التقطيعه دي مهمه جدا. نبدا ان احنا نقطعه كده اه، مفيش بقى سوائل. خلي بالك ده لو حطيت عليه ميه مش هتعرفي تتحكمي فيها، هتلاقي السكينه بتاعتك كلها سوائل بقى والشكل المخاطي اللي احنا عارفينه. اه قطعه كده زي البطاطس بالظبط اهو بالشكل ده كده اه اه. تقطيع القلقاس مهم جدا على فكره، خلي بالك هو قاسي شويه، قاسي في تقطيعه وني، بس بعد ما بيستوي بيبقى طري جدا، خلي بالك ده مهم جدا اهو. مكعبات اهو اهو. تخزنيه ازاي؟ هو ده المهم بقى. بنعمل له حمام بخار، ميه مغليه، ونحط عليها مصفى، ونرش عليه رشه ملح، ونحطه في المصفى دي ياخد ايه؟ بخار الميه ده كده، كانك بتعملي كسكسي. حلو الكلام؟ وفي الاخر بتسيبيه لما يبرد، تحط عليه عصره ليمونه عشان لونه ما يتغيرش، وتبداي تخزنيه في الديب فريزر بتاعك. جاي علينا الشهر الكريم تقدري تطلعيه من الثلاجه وتشتغلي فيه على طول، علشان الماده اللزجه اللي فيه او الماده الزلاليه اللي فيه. وفي الاخر بتعصر عليه ليمونه وتسيبه لما يبرد، وتحطه في اكياس تجميد بتحافظ على لونه بالشكل ده كده. عايزين نطلعه من الديب فريزر نشتغل فيه، بنطلعه على جنب لغايه لما يفك على طبيعته، ما نحطوش في الميكرويف وفرن بقى عشان نستعجل نفسنا، لا خالص. الحاجات دي خلي بالك زي اللحمه المفرومه كده، من الاخطاء الشائعه ان احنا بنطلع اللحمه من الديب فريزر ونحطها في الميكرويف تفك بسرعه لونها يتغير. انا ضد الافكار دي كلها. خلي الحاجه من بدري كده، واكتبي المنيو بتاعك او الحاجه اللي هتعمليها، وتبداي تطلعي الحاجه من الديب فريزر من بالليل او من الصبح بدري، وتخليها في طبق جانبي عشان لو نزلت دم ما يحصلش مشاكل على الكاونتر بتاعك او في المطبخ. وبعدين تشوف هتشتغلها بقى، تعملها معصك، هتعملها جلاش، زي ما انت حابب. اللحمه بتاعتي في قلب الحله، اللهم صل على النبي. حته اللحمه طعمها حكايه اهي. بص على الحلاوه، بصلايه، كرفس اهو، طماطميه هتدي لون حلو للشوربه. انا لا، اهم حاجه ان انا اهتم بالشوربه بتاعت القلقاس، لان هي اللي هتطلع طعم الايه؟ السلق بتاعنا الجميل. نبدا نتبل اللحمه بتاعتنا بشويه فلفل وشويه ملح حلوين، سنه بابريكا حلوه، انا بحب دايما البابريكا في الطعم بالشكل ده كده اهو. لا مش هحط كركم، لو حطينا كركم يا غالي هيغير لي لون الشوربه، خلي بالك اه. زي الفل. هنقلب اللحمه بالشكل ده كده ونسيبها تكمل سواها، لان انا عايز شويه شوربه اضرب عصفورين بحجر زي ما بيقول المثل الشعبي. يعني ايه يا شيف؟ هناخد الشوربه بتاعت اللحمه دي يا عم الشيف، نعمل بيها يخنه القلقاس باللحمه والسلق بتاعنا، ونشوف ازاي هنعمله. وبقيه الشوربه يا عم الشيف هنعمل شويه رز بالشعريه، وانا من عشاق الرز بالشعريه مع طاجن باميه باللحمه الضاني ما اقولكيش، مع يخنه القلقاس ما اقولكيش، شويه ملوخيه ما اقولكيش. هنروح فاصل، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. و
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشويه رز بالشعريه. ممكن تكوني تعبانه على ديك رومي عاملاه، على فخده ضاني، على باميه جميله جدا تعبانه في تقمعها ولحمه، ولكن تيجي عند شويه رز بالشعريه تفاصيلهم صغيره، ولكن تلاقي الشعريه لونها غامق، لونها فاتح، حبه محروقه، حبه مش محروقه، الرز حبه مستويه، حبه مش مستويه، وهكذا. اسئله كتير على السوشيال ميديا، الرز بالشعريه يا شيفو غازي ما بيظبطش معايا زي رز حماتي، عشان كده جوزي بيزعل مني على السفره ويروح ياكل عند مامته. مقادير رز بالشعريه على الشاشه، شعريه دي رقم واحد، الرز بتاعنا المصري، المقادير كوبايتين رز كوبايه شعريه، او ثلاث كوبايات رز مع كوبايتين شعريه، خلي بالك، دي المقادير اللطيفه. ومعانا ورق لورا، وحابه تحط حبهان هياخدنا سكه ثانيه، ولكن انا مش حابه في الرز بالشعريه قوي، الا اذا انا هعمل معاها حاجه ثانيه. المقادير بسيطة وسهلة، معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمنة، أو الزيت بس والسمنة بس حسب الرغبة. أول حاجة هحمرها الشعرية، حلوة أوي الشعرية، طبعا احنا في جو البرد، تلاقي السمنة ماسكة نفسها، بنحطها هنا كده، معلقة سمنة حلوة كده من إيدك اللي جايباها حماتك في آخر الأسبوع وجاية تزورك عشان إن هي تاكل أكلة حلوة من إيدك، خلي بالك. ويا سلام لو فاجئتها كده باكله حلوه في ساعه انسجام وساعه روقان، جوزك اللي هو ابنها قال لك ماما بتحب تاكل كذا وهكذا، فتقدري تعمليه كويس قوي 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 وتاخدي التركايه من الباشا وتفاجئي حماتك بيها. هو ده جبران الخاطر، هو ده الكلام الحلو، هو ده الكلام اللطيف اللي ممكن اي مشاكل بعدها تتحل والتلج يدوب وكل حاجه تبقى زي الفل، انك تعملي اكله بتحبها حماتك او ماما جايه تزورك وتفاجئها بيها. شفتي حماتي النهارده عامله لك حله كرنب حكايه، وانا اللي لفيتها لوحدي ما ساعدنيش حماده خالص فيها. ورق اللورا مشكلتنا معاه ان هو بيدينا الطعم بعدين، ما تحطوش بودر في قلب الرز بالشعريه، هيغير لك الطعم بتاع الرز، خلي بالك. فتتعملي ايه بقى؟ التركايه بتاعت المغازي، حطي الورق اللورا وفي قلب السمنه، تقومي تاخدي الايه؟ الفليفر والطعم. تحط الحبهان في قلب السمنه، تقوم تاخد الفليفر او الطعم. واحنا شغالين. حلو قوي. قبل ما ورق اللورا ياخد لون معايا، ابص عليه كده، ابدا اشيل ريحه حلوه. ضيعت الشماخه بتاعت السمنه او الزيت اللي انا بحمر فيه، شفت الورق اللورا؟ اوعى تستنى عليه لما يسود. انا بس عايز احمره تحميره كده. شفتوا تركايه بسيطه خالص؟ زي ما بقول دايما، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الزيت هنا لونه اتغير وطعمه اتغير. ننزل بالشعريه بتاعتنا، يا ويلي هو ده صوت الشعريه وهي نازله مع السمنه بتجوع. وحمر، وخلي بالك ما تمليش من موضوع التقليب ده. عندك بيبي صغير ربنا يخليه لك، الاطفال دايما بيشغلوك وانت في المطبخ، سمعتيه بيبكي مثلا وده وارد، تسيبي الشحله على النار وتجري ترجعي تلاقي الشعريه سودا وتحصل مشاكل، تقول دخلت الشيف المغازي قال لي حط. لا بتبصي بعيدينا عن الحاجات دي خالص، خلي بالك. هتروحي تعملي اي حاجه خاصه الشعريه شيليها من النار، اما لو لحمه بتغلى على النار سيبيها. حطيت الرز بالشعريه، وطي النار وقصرا عليه النار وسيبيها، انما الشعريه بتتحمر على النار ما تشغليش نفسك باي حاجه، خلي بالك. تحمير مستمر. ونار عاديه خالص. لان الشعريه في لحظه بتيجي واخده لون، ازاي؟ بتبقي بتقلبي كده وعينك خدت على اللون، فجأة تلاقي لونها اتغير. وفي مشكلة بتحصل معانا على فكرة، ان احنا بنشيل حلة اللي بنحمر فيها الشعرية ونركنها على جنب بعد ما بتتحمر، تيجي تقلبيها بعد 3 دقايق واربع دقايق علشان تحط عليها الرز، تلاقي الشعرية لونين عندك. ما انت مش جاي على بالك ان هنا العظم بتاع الحلة او المعدن بتاع الحلة او ارضية الحلة هنا فيها درجة حرارة، فالشعرية اللي هي لمسة الارضية بتاعتها خدت لون واللي فوق لون، ده ما ينفعش. الشعريه هنا لازم تقلبيها حتى لما ترفعي الحله من النار. والله العظيم قسما بالله انا بتكلم اللي في قلبي، وده اللي بيحصل يعني، ده حصل معايا بالفعل. حمرت الشعريه وزي الفل وعجبني لونها، جيت شايلها على جنب كده وحاططها، ده الكلام ده وانا صغير وانا لسه ايه كي جي 1 يعني بتعلم. جبت جهزت الرز واقلبه مع الشعريه، اجي اقلب الاقي الشعريه لونين، ايه ده؟ حد مولع النار ومش قايل لي؟ لا، ما انت يا غالي يا ذكي ان الحله سخنه والشعريه هنا محطوطه فين؟ في الحله، فهنا القريب لارضيه الحله لونه اتغير، لونه بقى غامق، فاصبحت الشعريه لونين، ده مهم جدا على فكره. التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا، تحمير مستمر. وما زال التحمير مستمر. الرز بتاعنا يتغسل مره اتنين تلاته
وبعدين نصفي منه الميه. حذاري انك تخلي الميه في قلب الرز وتقولي انا نقع الرز عشان ما ياخدش وقت كبير في السوى. بتيجي افرجك على حاجه حلوه يا شفيق، بص على الحلاوه وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللحمه قربت تستوي خلاص اهي اهي اهو. هاخد المغرفه دي كده وبص عليها كده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. هاخد شويه شوربه من دول، عينيا هاخد شوربه من دي احط بقى الرز. شفت بقى حته، شوف شوف الحلاوه، حته اللحمه الملبسه زبده زبده، تفاصيلها اهي، بصلايه كرفس توم كل ده مع بعض. زي الفل. والطماطمايه هنا خلت لون الشوربه مميز. ونقلب، شوف الحلاوه اهو، بص الحلاوه اهو. الله. خدي بقى الحته اللي جايه دي جامده قوي بقى، دي تركايه ايه عند الشيف المغازو، بس قليل من الملح، وخليكي فاكره انك حاطه ملح، اوعي تنسي. على الشعريه في حاله التحمير بيخليها كلها لون واحد. زي الفل. الملح اللي انا حطيته ده كفايه علشان الرز بالشعريه، اوعي تحط ملح تاني خلي بالك. شفت الشعريه خدت لون ازاي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ اراهن ان تلاقي حبه فاتحه ولا حبه غامقه. معانا التفاصيل والصوره الحلوه. خدت لون ازاي؟ خلي بالك انا بعلم على السفره سواء اتعزم او اروح بوفيه من الرز بالشعريه. عجبني الرز بالشعريه يبقى بقيه الاكل تمام. عجبني طبق السلطه اللي محطوط على السفره يبقى بقيه الاكل تمام. حاجات صغيره اهيت، بس هي اللي بتقول ايه؟ ان في اهتمام في المطبخ. شفت اللون بتاع الشعريه؟ لون كهرمان. كفايه كده، انت حسب الرغبه، انا من الناس اللي يحبوا لون الشعريه كده. ما بيبقاش لون غامق. ناخد الرز بتاعنا. اللهم صل على النبي. اتغسل مره اتنين تلاته، صفيناه من الميه جيدا. دول كفايه. ونقلب كده. الله 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 على الحلاوه. شويه بقى اقول لك ايه، شويه الرز بالشعريه دول ده دلوقتي لما ننزل بالشوربه عليهم، ريحه الشعريه بعد التحمير وننزل عليها بالشوربه حكايه، بتنها ماشيه في الشقه لغايه لما تخش جوه في الصالون. الشعريه بالذات وهي بتتحمر. شفت الحلاوه؟ خلي بالك انت حاطه ملح، اوعي تنسي وايدك تروح على الملح، ازعل منك. ما نزعل الراجل ولا ناكل ولا اي حاجه، يبقى الرز بالح. والرز اتحط على السفره مالح ملوش اي علاج، خلي بالك. ممكن لو هو لسه في الحله واكتشفنا الموضوع نعالج المشكله دي ازاي؟ تصلي على الحبيب الاول قلبك يطيب. حلو الكلام؟ نعمل ايه يا مغازي؟ بطاطسايه حطيها في قلب الرز، تمتص الاملاح الزائده. شفتي؟ عينيا. شفت الرز بالشعريه؟ حكايه. في عمليه تنسيق ما بين الشعريه والرز. زي الفل كده، غطيته تمام زي الفل. وبعدين جيب لي بس كده بالله عليك حبايه شعريه فاتحه ولا غامقه. تقول الشيف ده ما بيعرفش حاجه. ناخد الشوربه الحلوه بتاعتنا الجميله. يلا اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ بوكيه جرني. مش ميه من الحنفيه، مش ميه من البراد بتاع الشاي. الاهتمام مهم جدا في مطبخك. الاهتمام فيه تفاصيل كتيره. تقليبه التانيه بس خلاص. حلو كلام. ام الله يرحمها كانت تعمل تركايه كده، كانت عينيا تشوفها بصراحه يعني. انا كنت اخش المطبخ معاها وهي السر في ان هي توصلني اكون شيف شاطر، سواء بان هي علمتني وكنت احب اكل من ايديها دايما، وسواء ان هي كانت دعوتها طبعا اللي واقفه معايا لغايه دلوقتي. دايما تحط معلقه سمنه بعد الرز بتشرب ميته. ايه السر في كده؟ سر الهي بقى. تلاقي طعم السمنه والزبده في قلب الرز حكايه. اذا حطينا الرز على النار وبيغلي يبقى لازم في مثل يقول لك اطل على الرز لما يستوي. اوعي حذاري تهدي النار على الرز قبل ما يغلي. ايه اللي هيحصل؟ هيعجن منك، هيبقى حبايه وحبايه مش مستوي، مش هيبقى لطيف على السفره. وخلي بالك من اسرار السفره الناجحه انك تاقي عليها شويه رز بالشعريه ورز ابيض طعمهم تاني خالص. هنغطي الحله بتاعتنا وناخد بعضينا ونطلع فاصل، اوعى تروحوا بيت. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل يخنة السلق باللحمة. طب يعني قلت باللحمة يا مغازي، ينفع بالفراخ؟ ينفع بالفراخ، مش هيقول لا. تجيب الفرخة تقطعيها
على 8 قطع. بص على اللحمه دي كده، وبعدين بنفس الطريقه اللي اتعاملت فيها مع اللحمه هتشوحيها على النار. شفت حته اللحمه الحلوه اهي دي اهي، الله اهو اللحم استوى معانا زي الفل، خدناه من المرق بتاعه. دي طريقتي، انا عارف ان الامهات شاطرين في عمايل والقاس احسن مني مليون مره، ولكن خلونا نشوف نعمله مع بعض ازاي. معانا اتصال. انا هنا في التركيه بتاعتي، ملاحظين حاجه؟ اللحم بتاعنا شلناه من الشوربه، لان الشوربه دي اللي هنعمل بيها اليخنه بتاعتي او السلق بتاعي. حطيت طاسه على النار، الطاسه دي حطيت معلقه سمنه، وبعدين حطيت اللحم. شوف الطريقه دي كده اهو، واشوح اللحمه اهو اهو. يا سلام عليك يا عم الشيف، يا سلام عليك، يا سلام عليك. هو ده، هي حله واحده اهي، واسيب اللحمه كده مع التومه. الله 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 الله. ناخد القلقاس بتاعنا اهو، الله اهو. والله انا هعمل اكله حلوه كده تكفي العيله والحبايب، تاخدي منها شويه لماما وانت رايحه تزوريها، لحماتك وانت رايحه تزوريها، ايه المشكله؟ للجيران، جبران الخاطر، نخبط على الجار. شايفه فص التوم قلب كيان اللحمه بالقهوه، هو ده الشغل بقى. اه بص الجمال اهو ده، ونقلب اهو. اللحمه مستويه اه، القلقاس هيستوي دلوقتي حالا مع بعض اهو. وانا شغال كده زي الفل اه. خلي بالك اللحمه متملحه وزي الفل اه. والشوربه اللي عندي هنا فيها ملح. لسه ما خلصتش. معانا شويه شوربه متخدم عليهم. هناخدها كده. الرز بالشعريه اخباره ايه؟ بص عليه بصه كده، صلى على الحبيب، بالله عليك تصلى على الحبيب. شوف الرز بالشعريه، شوف شوف الشعريه وتفاصيلها، شوف الجو ده هو ده اه اه اه. تقليبه كده صغيره اهو ده عيني اهو. يا ويلي يا ويلي، انا من عشاق والله بحب اكله حاف من غير اي حاجه خالص، صدقوني والله العظيم اهو. مادام بتسمعني دلوقتي وعارفه الكلام ده، انا احب الرز بالشعريه زي ما هو كده اهو. معلقه السمنه، معلقه السمنه دي كده على الوش كده. بص بص بس غطيها زي ما هي، اوعى تقلبيها. انا امي كانت تعمل كده، ونغطيها اهو ونركنها على جنب. يلا مع السلامه. ناخد الشوربة دي هنا كده وننزل بيها على عم القلقاس. ايه الحلاوة دي؟ اه يا ويلي، هو ده هو ده اه اه. ده المطبخ اه، شيت شوربة من ايديا وحياة عينيا اه. المطبخ من بين اصابع ايدك العشرة بتطلعي الطعم. ده مطبخ امهاتنا، مطبخ اللي علمونا واللي فهمونا اه. مطبخ بسيط وسهل. القلقاس مع اللحمه غرقان في الشوربه، غرقان في الطعم. اوعي ترمي الشوربه دي، خلي بالي، خليها على جنب كده، تقدري تستخدميها في حاجات كتيره قوي اهو. ايه الحلاوه دي يا عم؟ انا هغطيها واسيبه ياخد غلوه، ونتكلم على سر القلقاس بالسلق بقى. مفيش سلق، ممكن تحط كزبره خضراء. خلي بالك ايه الموضوع يا شيف، السلق بتاعنا المصري الجميل لازم يتحمص كويس على النار، كانك بتحمصي كزبره لبطاطا حاره مثلا، تحميصه كويسه. حلو الكلام. وبعد كده مع تومه، وبعد كده تضربيه في قلب الخلاط، يبقى معانا بالشكل ده كده. طبعا ده بياخد معانا وقت اهو. ده القلقاس، ده السلق اهو. بص السلق لونه ده، هو ده، ده اللي هيغير لك لون الشرب اهو اهو. ده سلق مع تومة اه. بص يا غالي اهو، حبيب قلبي، حبيب هارتي اهو 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 يا غالي اهو. انا في امهات بتشوفني دلوقتي وهي بتعمله احسن مني، بس انا عايز اوريك الخضار بتاع السلق اهو اهو. شفت الحلاوة اهو اهو، ده السلق. بمجرد الحلة دي ما تغلى على النار بننزل بالخلطة دي وبالطشة دي اهو اهو. طبعا السلق ده قبل وده بعد، ده بيتحمص على النار، وبعد ما يتحمص كده وياخد ويبقى فيه كريسب شويه بنضرب في قلب الكبه اهو اهو، او في الخلاط اهو زي الفل. هنخليها على جنب كده ونغطي الحله بتاعتنا، ونشوف مع بعض مقادير سلطه الطماطم بالكزبره والثوم مع زيت زيتون. طبق كده يفتح الشهيه للاكله الحلوه دي كده واحنا مع بعض. المقادير على الشاشه: ثوم، طماطم، كزبره خضراء، ثوم، طماطم، كزبره خضراء، زيت زيتون، عصير ليمون. طبق منه طبق سلطه، وفي نفس الوقت
فواتح شهيه على السفره بتاعتي. طماطم اهم حاجه تتغسل كويس، وبعد ما تتغسل تبقى معانا بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. آه. انا بقطعها، بحب اقطعها كده. اه شفت الطريقه دي؟ اه بص السكينه بتنزل. تاني. اوعى تقطعي الطماطم على القشره بتاعتها، خلي بقى. بص كده نزل اهي لوحدها. والسكينه نازله بثقه. كمان مره. شفتي؟ تاني. حلوه. مسكتك للطماطمايه مهم جدا، تحت ايدك، والسكينه مهم جدا. كمان مره. الطماطم دي كل ما تقعد في الثلاجه كل ما تحلو، كل ما تبات في الثلاجه كل ما تحلو، طالما عليها ليمون وزيت زيتون بتتخلل. بس اهم حاجه تحط لها توم وكزبره خضراء. عايزاها سبايسي قطع عليها في قرن فلفل حار. ولازم تسالي ضيوفك، نقطع ولا ما نقطعش؟ تحب السلطه سبايسي ولا مش سبايسي؟ خلي بالك الميه بتاعه الطماطم مش باينه معانا خالص. زي الفل يا عم الشيف. نبدا نتبلها مع بعض واحنا شغالين، ولكن حذاري انك تقطعي الطماطم على القشره بتاعتها. خلصنا، خلصنا كده. عايزها حار؟ عينيا يا غالي، نخليها لك حار. عينيا الاثنين. قرن فلفل حار زي ده كده. حلو، فلفل ده كويس، نشيل كده البذر منه. مش لطيف قوي لما نكون بنعمل سلطه ونلاقي فيها بذر بالشكل ده كده. انا ما بحبش الحاجات دي على فكره. دي من العلامات اللي خليك تسوي الرز كويس قوي. شايفين القلقاس؟ ايه الطعم الجميل ده؟ نغطيها. هو خلص كده. الطعم والشكل واللون والتفاصيل الصغيره اللي لها معنى كبير. وطعم جديد. هنغطيه ونسيبه على جنب. الرز مش زي الفل تمام. هنتبل السلطه بتاعتنا. انا قلت السلطه، بتعملي طبق سلطه، بتعملي اكل سبايسي، لازم تاخدي راي الاخرين، سواء الضيوف سواء ولادك. ويا سلام لما تكون حماتك بتزورك وتسالي جوزك وهو قاعد مثلا، حبيبي قول لي بتحب السلطه حاره ولا لا؟ الفته اللي اعملها لك احط لك عليها قرن فلفل ولا لا؟ وما تسالهاش هي. ده من باب الاخلاق ان انا اسالها هي رقم واحد. مع ان هي مامته. يعني عادي. لا بس الموضوع هنا يفرق. دي كزبره خضراء وتوم حطيت انا. زيت زيتون. اللهم صل على النبي. خلصت السلطه. زيت الزيتون ده اختياري، يعني ممكن تحط شويه، بتحط زيت زيتون برضو حسب الرغبه، ولكن اللي مش اختياري التوم والكزبره، ده اجباري. عصير ليمون برضو اختياري، انا ما بحبش الليمون في السلطه، بس الليمون غني في فيتامين سي وفي ايام الشتاء بالذات فمهم جدا. نقلب السلطه دي كده ونغرفها عشان نخلص منها. طبق السلطه دايما اللوحه الفنيه بتاعتك على السفره. طبق السلطه دايما الواجهه بتاعتك على السفره. طبق السلطه دايما هو ذوقك على السفره. طبق السلطه دايما هو عنوانك على السفره. السلطه خلصت، يلا نغرفها يا عم الشيف. طريقه الغرف سهله وبسيطه. طبق حلو زي ده كده كريستاله. حلو. ممكن انت ما تجيبيش طبق زي ده كده، طبق عادي، بس احنا طبعا لازم نحط في اطباق زجاجيه شفافه اللون. تعليمات استاذنا الاستاذ احمد عوض عشان التفاصيل تبان من الاطراف ومن الجوانب. اهو ايه الحلاوه دي؟ زي الفل. نبدا نحط السلطه بتاعتنا الجميله الحلوه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شفت السلطه اهي؟ هناكل الخس ده طبعا، هناكله. لازم يتغسل كويس. ننزل بقى كده. هو ده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه طبق السلطه ده؟ شوف السلطه. هو ده العنوان. نغرف السلق بتاعنا، نغرف القلقاس بتاعنا. اللهم صل على النبي. الطبق الحلو ده كمان. ايه رايك في اللوكيشن بتاع السلطه؟ حلو الكلام؟ حلو ده. اللهم صل على النبي. لا ما اقولكش هتاكل القلقاس وتسيب اللحمه للدنيا. اللي انت عايزه، اللي انت عايزه، انا معاك. هو ده. بص الحلاوه، بص الجمال ده. بص هنا تمام. اللهم صل على النبي. ايه زلزال في قلب الحله؟ هو ده، هو ده. لا لحمه فيها غالي. اهو بص على الحلاوه والقلقاس. بقول لك هتسيب القلقاس وتاكل اللحمه. رز بالشعريه جاهز يا باشا. انا صراحه هاكل الرز بالشعريه بس ما هو واخد بطعم اللحمه، الشوربه بتاعت اللحمه خلي بالك.
والله العظيم انت لو دخلت المطبخ بحب هتعمل مثلة المحب دايما خروف. المثل بتاعنا بيقول كده، انت تخش المطبخ بشطارتك وبحلاوتك هتعملي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه تكوني داخله بحب. انت عايزه تخش المطبخ، مش اجباري انك تخش المطبخ، مش اجباري انك تعملي اكل، لا خالص. موضوع انت داخله عايزه تعملي اكله حلوه. ايا كان تفاصيلها بقى او قيمتها الماليه ده ما يفرقش خالص. اللي يفرق حبك للمطبخ. شويه الرز بالشعريه، اللطاف الحلوين، لا والرز الفلفي ما اقولكش اهو. مركب معلقه السمنه بتاعه امي على وش الرز، بتدوب بقى في قلب الرز، بتدي لمعه للرز، بتدي طعم الخير للرز. والرز بالشعريه من غير معلقه سمنه بلدي ملوش شخصيه. اكتبيها كده عنوان، الرز بالشعريه من غير سمنه بلدي ملوش شخصيه. يعني ايه شخصيه؟ يعني قيمه غذائيه، يعني طعم، يعني شكل، يعني شماخه. اللهم صل على النبي، الف هنا وشفا للياقه. مش محتاج اي برزنتيشن، ده مكانه. الف هنا وشفا للياقه. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، تفاصيله صغيره ولكن زي ما بيقول الشيف المغازي دايما، المعنى كبير والطعم جديد. رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.